قرار ما بيحاج بالاعداد على الاداره، في اجتهاد كبير من جامعه التعليم الثانوي بعدم اولا الذهاب الى الاضرابات لعدم الاضرار بالعمليه التربويه، ايضا عدم حجب الاعداد على التلاميذ وتمكين التلاميذ من اعدادهم ومن كل ما قاموا به من امتحانات، يعتبر يعني ايصال للمعطيات والمعلومات الى اغلب الاولياء، الاولياء اللي ما تحصلوش عن طريق ابنائهم على الاعداد. نحن قلنا ان هناك اجتماعات تجري بين الاولياء والمدرسين والاطار التربوي كل نهايه ثلاثي مع الاولياء، الا انهم يتصلوا بالمدرسين، هذه مساله مقننه، من حق الولي ان يتصل بالمدرسين، من حقه ان يحصل على المعطيات من خلال المدرسين. هكا علاش احنا حاولنا من خلال اختيارنا لحجب الاعداد عن الاداره المقاطعه الاداريه ان نترك التلميذ بعيد عن كل التاثيرات ونترك العمليه التربويه بعيدا عن كل التاثيرات.